مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبقى أجواء صيفية تميز كافة ربوع الوطن مع دائما حرارة في الموعد نحو المناطق الداخلية والجنوبية. بالنسبة لحالة السماء ستبقى أجواء مشمسة تميز يوم الغد كافة السواحل، لكن مع نسبة رطوبة عالية خلال الصباح الباكر، ضباب محلي خاصة بسواحل الغربية. خلال الظهيرة دائما تبقى تتشكل بعض السحب الركامية التي سرعان ما ستتحول إلى سحب رعدية نحو الهضاب الغربية ومنطقة الأوراس، قد تكون مرفوقة بأمطار محلية. أجواء رعدية أيضا بكافة الجنوب الغربي بأقصى الجنوب لغاية مرتفعات الهوغار وتاسيلي، احتمال لأمطار رعدية محلية نحو منطقة الثورة وأقصى الجنوب، كما ستنشط أيضا بعض الزوابع الرملية المحلية بأقصى الجنوب بالصحراء الوسطى والجنوب الشرقي. الحرارة خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد ستفوق 20 درجة بكل المناطق الشمالية، لتقارب 25 درجة كعلى مقياس بغليزان معسكر عين دفلة، في حدود 30 درجة بكل من بسكرة الواد وغردايا، كذلك بجانات 28 درجة بتمن راس، تبقى مرتفعة بأدرار تيميمون وتندوف لتقارب 34 درجة. خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى سترتفع قليلا نحو سواحل الوسطى لتقارب 35 درجة، ترتفع أيضا بتيزي وزو في حدود 38 درجة، تبقى تقارب 40 درجة بمعسكر غليزان شلف عين دفلة، 33 درجة منتظرة بسكيكدا عنابة ووهران، نفس المقياس بتبسة، 34 إلى 35 درجة من تلمسان نحو البيض جلفة وباتنا، ترتفع دائما لتفوق 40 درجة بكافة مناطق الجنوب الكبير عدا بمرتفعات الهوغار وتاسيلي، ما بين 37 إلى 39 درجة لتقارب 43 درجة بالنسبة لبشر و 46 درجة على مقياس تسجل بكل من أدرار تيميمون وتندوف. فيما يخص الملاحة والصيد البحرية، البحر سيكون جميل إلى قليل الاضطراب، وهذا على طول الشريط الساحلي حتى الرياح تبقى ضعيفة لتصبح معتدلة خلال أواخر النهار نحو السواحل الغربية، ضمن تيارات شرقية شمالية شرقية تدور إلى شمالية غربية نحو السواحل الشرقية. جولة خاطفة إلى بعض عواصم القارة الأوروبية، ونظرا لامتداد المرتفع الجوي لغاية شرق القارة، إذن تبقى أجواء مشمسة على أغلب القارات أو على أغلب المدن، خاصة بمبرلين تقارب الحرارة 26 درجة، 28 درجة بفيينا وباريس، لن تتعدى 24 درجة بلشبونة، بينما 37 درجة كعلى مقياس تسجل بروما ومدريد. أمطار رعدية مرتقبة بموسكو كذلك بفيينا مع 29 درجة. نعود إلى أرض الوطن، وقت شروق الشمس لصبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود 5 صباحا و59 دقيقة، والغروب على الساعة 7 مساء و48 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.